مروة شهدت عيان متساكنة لأحد الأحياء هذوما، الحي هلال في تونس العاصمة. مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام مروة. البركة فيكم في ولد حومتكم، 20 سنة عمره. 20 سنة. سامحني ساعة، أنا مانيش من حي هلال، صحيحة. حي شنو؟ أنا من المنطقة اللي توفى فيها لولاي. حي شو اسمه؟ قبر لصيف. قبر لصيف، فوالا. والمناوشات صارت مع حي هلال هكا ولا؟ مع حي هلال. فوالا، قبر لصيف هو الوليد هذا اللي توفى من حي قبر، وبحدا بعضهم هما الأحياء هذوما. هو مش بحدا بعضهم، بحدا بعضهم، أنا بيناتهم حي. بيناتهم حي، باهي. كيفاش بدات الحكاية وشنو اللي صار بالضبط؟ هي الحكاية عندها توا مدة عام ونص. مناوشات بين ولاد حوم، في بعضهم تعاقوا. أي. شوية بشوية كبرت الحكاية، ولاو وكل يلزموا على بعضهم، هاو أنتوما ضربتونا نلزموا عليكم، هاو أنتوما ضربتونا نلزموا عليكم، شوية بشوية ولا هذيك عطاو تريحة لهذيك، شوية بشوية ولاو يطلعوا قبائل، حوما تطلع، يعرضوا لهم هذوما، هذاك يضرب هذاك يضرب، إلى نهار الماتش بتاع الكورة، هما ديما يستغلوا الفرصة بتاع فما ماتش. معناها نهار سبت في الليل الحكاية صارت. نهار السبت في الليل، أي. الماتش بالضبط، أي. الماتش. أولاد الحومة الكل في القهوة بالطبيعة، كلها في القهوة تتفرج، وجاهم خبر اللي هما باش يطلعوا لهم. إي على أساس باش يطلعوا لهم. يا أخي خرجت. معناها راهم باش يهدوا عليكم في الحومة. باش يهدوا عليهم في الحومة، والحومة شكون فيها؟ الدنيا الكل فارغة، فيها نساء وفيها صغار وديار فارغة. الرجال الكل في القهوة. إي وصلهم الخبر، خرج الكل يتجارى، وهو أيوب خرج من القهوة الأولانية اللي قريبة، معناها القريبة قريبة أقرب واحدة للحومة، فهمتني؟ إي خرج هو وخرج وراه الأولاد، هالخرجة الأولانية على أساس باش يعرضوا لهم باش ما يدخلوش للحومة، فهمتني؟ كليت ضربة هو الأول، الضربة جات فيه هو الأول، هو سيدي جاب فيديو هو واقف وضربوا، مش معناها في يده حاجة باش يضرب ولا. إي جاك البلاية غافل معناتها. جاك البهاية غافل. بشنو ضربوه؟ ضربوها برما، يقولوا باراشوت ولا صاروخ ولا الطلقات اللي استعمل. انا اللي مستغربه فيه انواع هذوما من الطلقات يستعملوهم في الفروحات. اي معناها مرخصه للفروحات، وليوا هذوما وسائل نتاع اجرام نتاعها. انا ما نعرفش نوعي هذايا، ما نعرفش باراشوت هكا. كيف الشماريخ؟ اي كيما الشماريخ، اي كيف هذيك، ما هي نوع من الشماريخ. اي يقولوا اسمها الطلقات، يقولوا اسمها الطلقات. اي وتقتل هذه؟ هي نورمال ما تقتلش، هي نورمال ما تعمل حس وتعمل ضوء باش تعمل جو. اي يدي يعطوه له ضربوه بها في راسه طول. اه ضربوه بها، استهدفوه معناتها ديريكت في راسه. في راسه طول. يا لطيف. اللي هبطت فيها هو واقف، والضربه جات طول في راسه. وانا انا شفت نار في الفيديو، في واحده من المتساكنات كانت تصور هي في شنو في المناوشات، تصدمت انه الشخص هذا تقتل وهي تصور. حيتك هي بالصدفه تصور، شنو هي تصور؟ تصور خاطر هما وقت اللي يطلعوا يشقوا على الحي نتاع السيده باش يدخلوا لقبر الرصيف، وقت اللي سمعوا العايط وسمعوا سمعوهم يتعايطوا ويعملوا في الطلقات وطالعين، طلعت على اساس باش تصور العركه. يا اخي بالصدفه تصور الفيديو نتاع الطفل اللي مات. يا لطيف يا ربي. به حتى كي سامحني، حتى كي طاح، معناها ثم فيديو وقت اللي هو طاح صحيح ضربوه وطاح. الاولاد تحب تقدم باش تجبدوا، وهما ديجا مازالوا يضربوا فيه، يضربوا قاعدين يضربوا ما خلوهمش حتى يهزوه. معناها الطفل مات وهما يضربوا فيه؟ الطفل مات وهما يضربوا، والاولاد ما نجموش حتى يجبدوه. يا لطيف. عبارة على تتفرج في فيديو، معناه هذا الكل على خاطر مناوشات صارت بين أولاد وزحوم عام ونص، وهي متواصلة عام ونص، وهما أختي بنت ولاد بنات بعضهم، وصلوا حتى يعرضوا للمعاهد للكوليج الصغير بالصغيرات. أنت ولد الحي الفلاني جا نضربك، نحكيو في قلب العاصمة هوني راهو معناتها في قلب العاصمة. هي أختي في قلب العاصمة، قلب العاصمة، اللي مع العلم الكبارات نتاعهم، معناها كبارات الحي نتاعنا والحي هي هلال والسيدة كلها منطقة واحدة، الكبارات كبروا مع بعضهم وقراوا مع بعضهم وكوروا مع بعضهم، معناها صحاب وخفاو من بعضهم، راهم فاميليات، راهي كثرهم فاميليات في بعضهم. علاش وصلنا هكا معناتها اليوم؟ الإجرام لهالدرجة، راهو شباب مش في عقله، وصلنا الإجرام يوصل يضرب يقتل. وليد عمره 20 عام، في عمر الزور،
يتفرج في المعطش ومهبط جازوزة، جيه الخبر طلع يجري هو والأولاد على أساس باش يوقفوهم من غادي باش ما يدخلوش للحي، ما يحلوش كارثة زادة في الحوم. جات الكارثة في هو مسك. جات الكارثة في هو وفي نيته مسكينة، ربي يصبرها إن شاء الله. وخليل وعائلته وولاد حومته وفي الناس كلها توجعت، أما الوجيعة الكبيرة للأم. في الفيديو اللي تم تصويره شفت حجر ومعناتها يضربوا بالحجر في الحوم؟ يضربوا بالحجر، يضربوا بالفلامات، يضربوا. معناتها في الأحياء هذوما العباد سكر ديارها على بكري و أي أختي نحن كي نسمعوا بينا هامش يهضموا علينا، الناس الكل الحوام تتسكر، دجاج يسكر، سيتاري تتسكر، اللي يكون يقرأ إيتيود في بلاصة يروح بصغيره. معناتها تجيكم المعلومة راهو باش يهجموا عليكم. باش يهجموا علينا بالطبيعة، ما يبداو يحضوا هما كي باش يجيو طالعين يبداو يطلعوا يعملوا فك الطلقات نتاعهم، معناها أنا جاي. الناس كلها تخاف وتسكر ديارها. يا لطيف. أي عملوا جاونا في الصيف وصلوا فوق كسروا فوق الأربعين كرهبة. أربعين كرهبة. فوق الأربعين كرهبة. والأمن موجود معناتها يدور الغادي. الأمن يدور، الأمن ديجا بحدا مراكز نحن. بحداكم مراكز أمنية. وصاير ذا الكل. أنا مركز أمني والأمن يدور. أما شو باش يعمل الأمن؟ إذا كانوا مهكمة عصابات بالطريقة هذيا. قداش باش يعص يقول لك اليوم؟ نقول لك نحن رانا راهو حتى كي قاعدين مثلا نهبطوا في الاستاتيو نهبطوا في واحد ريتو هذايا نحن أنا واحدة من الناس سميته حرب الشوارع هي. الطيار يلزم ينقص. خاطر ريت بالموتة توا نتاع الطفل هذا ما تصورش كان زاد ولاد الحي هذا باش يسكت. معناتها بتزيد تكبر الحكاية. صحيتك إذا ما يلقاوش كبارات وما يلقاوش تهدي الأمور. صحيتك والأمن، الأمن يهدي الأمور وتيقف الحكاية هذه، راهو الطيار باش يكبر أكثر وأكثر، راهي باش تطيح أرواح مش روح. يا لطيف، ربي يحفظكم إن شاء الله جميعا. وتوا الأمن مستتب في المنطقة توا؟ الأمن مستتب في المنطقة من البارح. من البارح. وشادين ديارهم الناس الكل؟ الناس الكل في ديارها تو، احنا تو واحد الناس الناس كلها في ديارها، ولي عندها طفل تشدو في دارها زاد، زاد كل واحدة تخاف على ولدها. أكيد. هو الطفل مات عليه رحمة الله، والآخر يتشد ولا تو يتشد، خلي القانون ياخذ مجراه. لا لا. خلي القانون ياخذ مجراه. يزم الفوضى هذايا ويزم اللي صاير معناتها. فوضى فوضى في الشارع، فوضى فوضى. فوضى فوضى كبيرة، وعبيت في رعب، عبيت عايشة في رعب، عبيت خايف، عبيت خايف. ربي يصبر عائلته إن شاء الله. هذا اللي صاير ودعوة معناتها من خلالك أنت، وقلتها والأمن معناتها موجود، وأكيد الأمن قاعد يخدم في خدمته، قايم بواجبه، وإن شاء الله يتم إلقاء القبض على الجنات اللي قاموا بارتكاب الحادثة هذايا حتى يكونوا عبرة. ما نشدوش هذيك حاجة أخرى، معناها ما عنديش بها علم، أما نحن اللي طالبينه، نحن طالبين التيار يقف. ان شاء الله يقف. حرب شوارع، علاش حابين نوصلوها للاعلام؟ حابين نوصلوها معناها نوصلوا صوتنا، راهي الناس كل حابه تحكي، الناس كل حابه تتكلم، الناس كل حابه تنزل، عباد فدت، عباد انفجرت، عباد خايفه على صغارها، راهو موصل لي هذا تقتل، الا ما تضرب 20,000 واحد وواحد راهو. ربي يحفظ الجميع، وان شاء الله نقولوا احنا كفاية للفوضى هذايا اللي صايره اليوم. شاب في مقتبل العمر يمشي ضحيه كل هذايا الكل، ربي يصبر عائلته ان شاء الله توقف عند هوني، وان شاء الله الامن يضرب بقوه وبحزم اليوم، والقضاء معناتها يخليهم عبره لمن لا يعتبر. شكرا لفضلك، يعطيك الصحه مدام مروه، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. هذا اللي صاير ما بين زوز احياء شعبيه في العاصمه، حي هلال وحي قبر لصيف في العاصمه. شاب في مقتبل العمر يروح ضحيه اليوم، مناوشات ما بين زوز احياء شعبيه كبيره، تقول لك تربينا مع بعضنا، كبرنا مع بعضنا، عائلات متزوجه من بعضها، اليوم في جره مناوشات نتاع صغار نوصلوا للدرجه هذيا. نحكي في موضوع نقله قضاة من محاكم سيدي بوزيد بعد شويه بسبب النقله هذيا، المحامون غاضبون، لكن قبلها نمشيو العدوله الارشاد اليوم يطالبوا بسن قانون جديد ويتحموا رئيس البرلمان بالتعطيل له.